مئات العائلات يقصدون يوميا الحديقة المعروفة بين فورت زواغي بقسنطينة لقضاء أوقات ممتعة حتى ساعة متأخرة من الليل. بالنسبة للبرود نخرج من الديار شوية من السخانة من ضغط العمل تو. رائع من حيث المساحة الخضراء، راهو أونغازوني كما نشوف فيه، من حيث النظافة، الدنيا خضراء، الناس تجري وتلعب وتضحك الحمد لله. والواحد كيما يقولوا اخويا سما مليحه، تقدر دير فولي فيها، عندنا ولا نلعبوا الاولاد، ما تخافش على اولادك، سيكوريتي كلش الدنيا مليحه والحمد لله اخويا. الحراره المرتفعه مع غياب اماكن سياحيه جعل الحديقه تستقطب الجميع، خاصه بوجود العاب للاطفال. لا في فرنسا سامونك، هذا الجو العائلي هذا والجو اللي فامي هكا يخرجوا هكا سامونك بزاف بزاف بزاف، والحمد لله كي نجيو هنا نسترجعوا كلش الحمد لله، نسترجعوا الذكريات تاعنا، نسترجعوا الحمد لله والوطن هو كل. على الاقل كي تلقاو لي باك معمرين على الاقل ديروا في ليساشي وحطونا باع الصباح تجي ساهله المهمه، لانه الاعوان عيو بزاف، كنا نرفدوا شاحنه، عندنا في ثلاث شاحنات اربع شاحنات. اللجوء للمنتزهات والمساحات الخضراء هو سعي الى الراحه بعيدا عن الضغط اليومي.